أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
إن عاقبتم فعاقبوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم صبرتم لهو خير
ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا صبرتم لهو خير للصابرين صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا فإذا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا
مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما أول مرة أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم وإن أسأتم فلها
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليتدبروا ما علوا تدبيرا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. بسم ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق صدق الله العظيم.